لنقاش أهم ما جاء في بيان الهيئة. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، حياكم الله. دكتور، انطلاقا من بيان الهيئة حول ترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، ما المقصود بهذا الترشيح ومن المستفيد منه برأيكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأكيد يعني لعبة جديدة من لاعيب أحزاب السلطة المتمسكة بمناصبها وبالعملية السياسية، فهي منذ اليوم الأول لهذه التظاهرات هي لم تظهر أي نوع من أنواع الاستعداد للتنازل عن هذه العملية ولا تلبية أي شيء مما طلبه المتظاهرون وثوار الساحات العراقية. رأيناهم منذ اليوم الأول، إضافة إلى قمعهم واستخدامهم العنف المفرط وقتلهم للمتظاهرين الأبرياء، رأيناهم يستمدون على هذه الألاعيب، على هذه الحيل، وظنا منهم أنها قد تخدع الشعب العراقي وترجع الشباب إلى بيوتهم. وهذه الخطوة اليوم ظنا منهم أنها قد تكون ورقة أخرى من أوراق هذه الألاعيب ونوع من أنواع الخداع للشعب العراقي، لكن كما رأينا إصرار الشارع العراقي ووعي الشباب في رفض هذا المرشح كغيره من المرشحين الآخرين. هذا الوعي الذي أشادت به الهيئة في بيانها، حيث رفض الثوار ترشيح علاوي ومنهم فئة الطلاب، كيف يمكن دكتور تقييم موقف الطلاب الرافض لترشيح علاوي؟ يعني هي الثورة قامت على في غالبيتها قامت على الشباب، وهؤلاء الشباب هم الذين يغذون هذه الثورة ويمدونها بالقوة، ولا شك ولا ريب أن فئة الطلاب هي فئة أولا واسعة وكبيرة جدا، ثانيا هي مؤثرة من جهتين، من جهة أنها مفصل حيوي من مفاصل الحياة في العراق، وثانيا لما يمتلكه هؤلاء من وعي كبير جدا وثقافة عالية. ولا ننسى أن هؤلاء هذه الفئة، فئة الطلاب الشبابية، هي قد فئة قد نشأت في ظل هذه العملية السياسية التي لم يروا منها إلا المزيد من المآسي والاضطهاد طيلة السنوات الماضية. نعم، ماذا يعكس العنف الممارس من ميليشيا القبعات الزرق مع المتظاهرين والطلاب تحديدا في ساحات الاعتصام؟ يعني هذا كما قلنا أيضا، هذا يعني خطوة أخرى أو لعبة أخرى تمارسها هذه الأحزاب، أحزاب السلطة، لمحاولة القضاء على هذه التظاهرات، لكن قد كان لها أثر إيجابي حقيقة من حيث لا يعلمون، أنها كشفت زيف هؤلاء الأدعياء، كشفت زيف خاصة قيادة التيار الصدري الذين يتلاعبون بعواطف الناس، يتلاعبون بهموم أبناء التيار ذاته، يستغلون هذه العواطف، يستغلون اندفاعة الشباب، ويتلاعبون بهذه المآسي لصالح مكاسب خاصة لبعض الأفراد، لعدد من الأفراد، ولذا جاء هذه التصرفات التي اتبعتها هذه الذين يسمون بالقبعات، أصحاب القبعات الزرقاء. هذا العنف دلل بشكل واضح وصريح أن هنالك انحيازا لهؤلاء هذه الجهات، انحيازا ضد الشعبي، انحيازا مع إيران، انحيازا مع السلطة الفاسدة، ولذلك هم قد أعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم ضد هذه الثورة، فتمايزت الصفوف وقد بان للجميع زيف هذه الادعاءات. نعم دكتور، ذكر بيان الهيئة تجاهل الحكومي للانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين من قبل القبعات الزرق، كيف يفسر هذا التجاهل الحكومي لحماية المواطنين بالنهاية؟ هي ليس فقط متجاهلة عن هذه التصرفات اليوم، لكنها منذ اليوم الأول كانت هي العنصر الأول والمساهم الأكبر في قضية العنف ضد هؤلاء المتظاهرين، رغم أنها في كثير من الأحيان رأيناها تلقي باللائمة هنا وهناك، ومنها ما يسمى أو ما أسموه في وقتها بالطرف الثالث، لكن بانت الحقائق وظهرت أنه هؤلاء جميعا هم ضد هذه الثورة، ضد الشباب، ضد الشعب العراقي، ضد طموحاته، ولذلك لا يريدون تلبية أي شيء، أي مطلب، أي حقوق لهذا الشعب العراقي، فلجأوا إلى هذه الأساليب، ومنها أساليب القوة والعنف في القتل المباشر، سواء كان عن طريق القناصة أو
عبوات الدخانية سابقا أو الاختطاف والتعذيب وغيرها، واليوم نراها عبر بواسطة هذه الأدوات، أي ما يسمى بأصحاب القبعات الزرق. دكتور، ما هي الرسالة التي توجهها هيئة علماء المسلمين في العراق للمتظاهرين اليوم في ظل كل هذه التحديات التي يواجهونها؟ يعني بالتأكيد أن إصرار الشعب العراقي، أي شعب من الشعوب، إنما يصر ويثبت على مطالبه فإنه لا بد أنه ينال حقوقه في النهاية. نعم، ربما قد قدم شعبنا قدم تضحيات كبيرة وربما تجاهله العالم، لكننا نرى أنه في هذه السنوات الأخيرة ولا سيما في هذه التظاهرات هنالك تحول كبير، هنالك التفات عالمي على الأقل نحو هذه الثورة. لقد أثبت هؤلاء الثوار أن مطالبهم مطالب حقيقية وأن مآسيهم لم تعد تحتمل، ورأينا أنه كيف اهتزت عروش هؤلاء الأحزاب السلطة اليوم وكيف قد تزعزعت ولجأوا إلى مثل هذه الأساليب. لذا لا بد من الثبات ومن الصبر والإصرار، عدم الالتفات إلى هذه الحيل، عدم الالتفات إلى الخدع وربما بعض الوعود الكاذبة أو بعض المناصب الزائفة، وكذلك عدم الركون إلى الخوف والخشية من هؤلاء، من تهديد هؤلاء القلة، لأنه الحق لا بد أن ينتصر في النهاية. الدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.